السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الاعزاء، في الحصه ديال اليوم غادي ندير الصفحه 17 من كتاب الجيد في الرياضيات الخاص بمستوى الرابع ابتدائي. اذا نبداو على بركه الله بالتمرين رقم 11، ولاحظوا واكملوا ملء الجدول. عندنا هنا الرباعيات وهنا الخصائص ديالهم. لنفرض اننا بدينا بالرباعي المربع، إذا عنده أربعة أضلاع وأربعة زوايا متساوية. نعم، يعني عنده أربعة الأضلاع متقايسين وأربعة زوايا متقايسين. حنا عرفنا أن عنده أربعة زوايا قائمة، إذا هنا خصنا نعرفوا قياس الزاوية القائمة. قياس الزاوية القائمة هو 90 درجة. ثم عندنا الأضلاع المتقابلة متوازية. إذا إلى رجعنا للقاعدة فأتذكر كيبان لنا بأن المربع عنده الاضلاع المتقابله كتكون متوازيه. اذا نعم غنديروا حتى هي كاينه هنا علامه الاضلاع المتتابعه متعامده. كيفاش كنقصدوا بها اضلاع متتابعه؟ بمعنى هاد الاضلاع نفرض عندنا هاد الضلع، اذا عندنا هاد الاضلاع المتتابعه، هاد الضلع تابعوا هاد الضلع، اذا هاد الضلع مع هاد الضلع متعامدين، هذا الضلع مع هذا الضلع متعامدين، وهذا الضلع مع هذا الضلع متعامدين، وهذا الضلع مع هذا الضلع متعامدين. إذا الأضلاع المتتابعه متعامده. نعم، القطران متساويان. إذا كنلاحظوا هنا عندنا القطران، عندنا هذا القطر كيساوي هذا القطر، إذا القطران متساويان. نعم، إذا القطران متساويان، القطران متعامدان. نعم، لانهما في التقاطع ديالهم كيعطيونا زاويه قائمه. اذا في التقاطع كيعطيونا زاويه قائمه. اذا نعم، اذا الخصائص كامله متوفره فيه. دابا غندوزو للمستطيل. اذا عنده اربعه اضلاع واربعه زوايا متقايسه، غادي نمشيو. ها هو المستطيل، اذا ها هو عنده قلنا اربعه اضلاع واربعه زوايا متقايسه، عنده أربعة الأضلاع هما هادو، ها هما هاد الضلع وهاد الضلع الثاني الثالث الرابع، وعنده أربع زوايا متقايسة. هنا 90 درجة 90 درجة 90 درجة 90 درجة. إذا غنديرو ناعم، إذا العلامة في أربع أضلاع وأربع زوايا متساوية. الأضلاع المتقابلة متوازية. نعم، إذا هاد الأضلاع اللي كتكون متقابلة كتكون متوازية. إذا نعم، الأضلاع المتتابعة متعامدة. نعم، القطران متساويان، إذا عندنا هاد القطران اللي كاينين هنا متساويان، إذا ها هما متساويين نفس الطول ديال الأقطار. نعم، ثم القطران متعامدان، إذا هنا ما كايناش عندنا زاوية قائمة، إذا ما كيحققوش ليا الزاوية القائمة. إلا درت لها بحال هكا ما غتعطيني الزاوية قائمة، وبالتالي غير متعامدا. إذا القطران غير متعامدا، غنخلوها فارغة. عندنا المعين، إذا غادي نمشيو للمعين. عنده أربعة أضلاع، عنده أربعة أضلاع، ها هو هو هذا المعين، عنده أربعة الأضلاع هما هادو، أربعة الأضلاع وأربعة الزوايا متساوية. يعني إلا لاحظنا هاد الزاويه واش قدا قد هاد الزاويه، هنا كتبان لنا هاد الزاويه شويه مسدوده، وهنا الزاويه محلوله، يعني هادي زاويه حاده وهادي زاويه منفرجه. وكنعرفوا ان الزاويه الحاده كيكون القياس ديالها اقل من 90 درجه، والزاويه المنفرجه كيكون القياس ديالها اكبر من 90 درجه وقل من 180 درجه. اذا هنا ما كاينش زوايا متقايسه، اذا المعين ما عندوش زوايا متساويه، وعنده فقط غير ربعه الاضلاع. اذا ما غنديروا حتى شي حاجه هنا. الاضلاع المتقابله متوازيه. نعم، اذا كل ضلعان متقابلان كيكونوا متوازيين. مثلا هذا الضلع كيتقابل مع هذا متوازي، وهذا كيتقابل مع هذا حتى هو متوازي. اذا الاضلاع المتقابله متوازيه. الاضلاع المتتابعه متعامده، عرفنا ان ما فيش هما الاضلاع المتتابعه ما متعامدينش، ما عندوش زوايا قائمه، اذا ما غنديروا حتى شي حاجه. القطران متساويان، لا عنده هو قطر كبير هو هذا وقطر صغير، اذا حتى هنا ما غنديروا حتى شي حاجه. القطران متعامدان، نعم، اذا ملي كيتقاطعوا كيعطيونا زاويه قائمه، اذا ها هما القطران متعامدان كيعطيونا زاويه قائمه. اذا غنكتبوا نديروا العلامه في نعم. هذه الخصائص راه خصنا ندربوا عليهم.
ثم عندنا متوازي الاضلاع، له اربع اضلاع واربع زوايا متساويه. اذا حتى هو عنده اربعه الاضلاع، ها هما كاينين، ولكن الزوايا ماشي بحال بحال. شو هاد الزاويه قداش؟ هادي كتقابل مع هادي، هادو متقايسين، وهادي كتقابل مع هادي، هادي متقايسه مع هادي. اذا شو الزاويه كي دايره هنا وشو الزاويه كي دايره؟ اذا الزوايا ديالو ماشي قد ما عندهمش نفس القياس. اذا هنا كتبان لي راه شويه زاويه حاده وهنا منفرجه، اذا لا ما غنديروا فيها حتى شي حاجه. الاضلاع المتقابله متوازيه، نعم، اذا كل ضلعان متقابلان متوازيين، هاد الضلع يقابل هاد الضلع متوازي معاه، وهاد الضلع يقابل هاد الضلع متوازي، اذا كل ضلعين متقابلين كيكونوا متوازيان. اذا نعم الاضلاع المتتابعه متعامده، ما فيش شي زاويه قائمه، اذا كيف ما كتلاحظوا ما عندناش زوايا قائمه، اذا ما غنديروا والو. القطران متساويان، لا عندنا هذا، شو الطول ديال هذا القطر قداش وهذا الطول قداش، اذا لا حتى هي القطران متساويين، لا. القطران متعامدان، لا، ملي تقاطعوا ما داروش لنا زاويه قائمه، هاي في التقاطع ما عطاوناش زاويه قائمه، اذا ما كايناش زاويه قائمه، بالتالي ما غنديروا حتى شي حاجه تما. اذا كان هذا بالنسبه للتمرين رقم 11. دابا غادي ندوزو للتمرين رقم 12. ارسموا معينا طول قطريه هما 6 سنتيمتر ثم 3 سنتيمتر، بمعنى غنديروا القطر الكبير ثم القطر الصغير. اذا غادي ناخذ قلم رصاص، نحيدو من البركار ونخدم به. اذا ها هو غادي نديرو قطر يكون القياس ديالو 6 سنتيمتر، بنسموه قطر كبير. مثلا غنبدا من هنا، غنبدا من الصفر، كنبداو من الصفر ماشي من الواحد. اذا هنا رانا خايده الكوس بالمقلوب، اذا ها هو القياس ديالو 6 سنتيمتر حتى لهنا، هذا القطر الكبير. وعرفنا ان القطران يتقاطعان في منتصفهما، اذا غادي ندير واحد العلامه باش يتقاطعوا في المنتصف. النص ديال 6 هو 3، بمعنى القطر الصغير غادي يجي هنا، غيدوز من هنا، ثم القطر الصغير القياس ديالو 3 سنتيمتر. اذا غندير هاي 3 باش يجي في المنتصف، اذا النص ديال 3 هو 1.5. اذا غنبدا القطر الصغير من هنا، قياسه 3 سنتيمتر. اذا رسمنا القطران هما هادو، ودابا غادي نصل الاضلاع مع بعضياتهم باش نحصل على معين. اذا هذا هو المعين، القطر الكبير القياس ديالو 6 سنتيمتر، والقطر الصغير القياس ديالو 3 سنتيمتر. سنمر الى التمرين الموالي، عندنا نديرو صحيح ام خطا. اذا غادي نلونو الخانه الملائمه، نخدمو على الخانه الملائمه بالتلوين. اذا نتوما على حساب واش ديروا علامه ولا لا، المهم انا بان لي التلوين غيكون احسن. المربع هو مستطيل اضلاعه متساويه، اذا المربع هو عباره عن مستطيل اضلاعه متساويه. اذا المربع ليس مستطيلا ولكن الاضلاع ديالو متساويه، اذا ماشي مستطيل ولكن، اذا المربع هو مستطيل اضلاعه متساويه، لا ماشي مستطيل. اذا لا الاضلاع صحيح متساويه ولكن المربع ماشي مستطيل، ما نقولوش مربع هو عباره عن مستطيل. المعين هو مربع، اذا المعين هو المربع، لا اذا معين ماشي هو المربع، كيشبه المربع ولكن ماشي هو مربع. اذا حتى هي لا، المستطيل هو متوازي اضلاع له زاويه قائمه، اذا المستطيل هو متوازي اضلاع له زاوية قائمة، له أربع زوايا قائمة. إذا لا، كيعطونا النص في الجواب والنص الآخر خطأ. إذا هو متوازي أضلاع، الأضلاع ديالو بأربعة متوازية ولكن ليس له غير زاوية قائمة، له أربع زوايا قائمة. المعين هو مستطيل،
كل أضلاعه متساوية، إذا المعين ليس بمستطيل، إذا المعين ماشي مستطيل ولكن الأضلاع ديالو متساوية. لا، إذا صحيح أن الأضلاع متساوية ولكن ما غنقولوش بأنه مستطيل، بحاله بحال شكل المربع. إذا المربع ما غنقولوش بأنه مستطيل. إذا كلشي غنديرو لا، كيعطيونا تقريبا مربع الأضلاع ديالو متساوية ولكن ما غنقولوش مستطيل. المعين هو مربع، ماشي مربع، مربع بوحدو والمعين بوحدو هو كيشبه المربع في بعض الخصائص ولكن ما غنقولوش بأنه مربع. معين معين ومربع مربع كيختلفوا في أن المربع عنده أربعة زوايا قائمة وقطران كيتقاطعوا كيعطيونا زاوية قائمة والقطران عندهم نفس القياس، ولكن المعين عنده ما عندوش أربعة زوايا قائمة، ما عنده حتى زاوية قائمة، والقطران عنده قطر كبير وقطر صغير. بالنسبة للمستطيل هو فعلا متوازي أضلاع ولكن ما عندوش زاوية قائمة، عنده أربع زوايا قائمة. المعين هو مستطيل، إذا ماشي مستطيل، مازال كون قلنا مربع كل أضلاعه متساوية ولكن ماشي، ما غنقولوش مستطيل، ما غنقولو لا مربع ولا مستطيل. إذا المعين كيبقى معين، المستطيل كيبقى مستطيل. إذا هذا بالنسبة للتمرين رقم 13. غندوزو للتمرين رقم 17. عندنا أداعم مكتسباتي. السؤال 15 شنو فيه؟ قالنا ألاحظ الأشكال. واحد، لا إذا 15 نمشيو ل 14 هو الأول بعدا. جوبسيرف اي جو كومبليت لو نومبر دو باراليلوغرام. اذا هنا غادي نشوفوا هذا الشكل وغادي نحاولوا نلاحظوا ونقلبوا على لي باراليلوغرام. يعني شنو هما الباراليلوغرام؟ هما متوازيات الاضلاع. اذا غنشوفوا فين كاين عندنا متوازي الاضلاع، غنمشوا غير بشويه. اذا كاين عندنا واحد متوازي الاضلاع، ها هو، غنتبع عليه بالقلم باش يبان لكم وغنمسح باش ما نبقاوش نتخالطوا مع واحدين اخرين، لان الشكل يقدر ما يبانش لكم. ها متوازي الأضلاع الأول، هذا إذا عندنا ها متوازي الأضلاع. اش سميتو؟ سميتو إي بي كا إف، إي بي كا إف، ها الأول، نمسحو باش يبان لينا. إذا ها الأول، ثم عندنا نشوفوا متوازي اضلاع اخر، عندنا هذا من هنا، الثاني، اذا هذا الثاني سميتو جي سي كا اف، كاين جي او جي صغيره، جي سي كا اف الثاني. إذا هاد الثاني نمسحو الثاني باش ما يبقاش يخطئنا. ثم عندنا هاد المتوازي الأضلاع اللي كاين من هنا، إذا سميتو جي سي ال او، جي سي ال او. اذا شحال عندنا من متوازي اضلاع؟ كاينين عندنا ثلاثة. اذا هادو هما ممكن نعتبروا حتى هادو متوازيات اضلاع، حيت هذا راه حتى هو متوازي اضلاع وهذا حتى هو متوازي اضلاع وهذا حتى هو متوازي اضلاع، ولكن ما عندناش الاسماء ديالهم، اذا غنخدموا غير باللي فيهم الاسماء. اذا شحال لقينا؟ لقينا ثلاثة. اذا لو نومبر دو باراليلوغرام اي 3 باراليلوغرام. السؤال الثاني لو نومبر دو كاري، شحال كاين من مربع؟ غادي نشوفوا المربعات. اذا المربع عندنا هو هذا، واحد، المربع الاول، اذا سميتو ا جي اف اي، ا جي اف
المربع الاول، ثم نشوف مربع ثاني، مربع ثاني ها هو كاين هنا ثاني واحد اخر سميتو جي بي كا او. ثم المربع الثالث هو هذا، إذن كاين عندنا كا سي ال دي، إذن كا سي ال دي، إذن شحال عندنا من مربع؟ ثلاثة المربعات، هذا وهذا وهذا، إذن حتى هنا غنديرو تخوا كاغي، ثلاثة المربعات اللي لقينا. جو ريكونستروي لو باراليلوغرام جي سي كا اف، إذن هنا قلنا أعيد إنشاء متوازي الأضلاع جي سي كا اف. هاد المتوازي غنقلوه في الدفتر ديالنا، هاد متوازي الأضلاع غادي نقلوه في الدفاتر ديالنا، غادي ناخدوه القياسات أولا القياس اللي بغينا ونحاولوا نخدمو بنفس الطريقة. إذا غادي ناخدو ورقة باش نشوفو كي غنديرو ليه، إذا ناخدو ورقة على هاد الشكل، غادي نرسمو واحد نديرو تقريبا نفس القياسات، ناخدو نفس القياس غنديرو الطول ديال هذا 6 سنتيمتر، نحاولو نديرو تقريبا نفس كيشبه ليه، تنعدي هنا 6 سنتيمتر. ثم هنا خصنا نخدمو، ما تعرفوش تقيسو الدرجات ديال الزوايا، اذا غنديرو غير شويه عشوائي، اذا غنديرو هنا 3 دين هاد الضلع قياس ديالو 3، ودابا غادي نخدمو بالبركار. كنعرفوا ان كل ضلعان متقابلان في متوازي الاضلاع كيكونوا متقيسان، اذا غنجي غنعبر هذا القياس ديال هذا من هنا حتى لهنا، اذا هذا القياس غنخليه وغنجي ندير الشوكه في هذا الراس وغندير واحد القوس، ثم غادي نجي ناخذ هذا القياس اللي كاين هنا هذا ها هو، وغنرجع ناخذ ثاني الشوكه هنا وغندير واحد القوس. اذا البلاصه اللي تقاطعوا لي فيها هي هذه فين تقاطعوا لي هنا، اذا غندي هذا الضلع هنا ثم الضلع الاخر المكان الاخر، وهكا كنكون حصلت على متوازي الاضلاع. هاد الزاويه كتقيس هاد الزاويه، هاد الزاويه كتقيس هاد الزاوية، إذا أنا حاولت نكبرو شوية على هذا. إذا هذا فيما يخص التمرين رقم 14، غادي ندورو عفوا دابا غادي ندوزو للتمرين رقم 15. ألاحظوا الأشكال 1 2 3 4 وأكمل. عندنا هادو هما الأشكال 1 2 3 4، هادو هما الأشكال اللي معنيين. عندنا القطعة أش إف، إذا فين هي أش إف؟ هادي نوضح لكم شوية مزيان، إذا ها هي القطعة أش إف، هذه هي قطر المستطيل او اف جي اش، اذا هاد اش اف هي القطر ديال هاد المستطيل او اف جي اش. دابا غادي نمشيو عند القطعه او اف، فين هي القطعه او اف؟ هذه، اذا هاد او اف بالنسبه لهاد المستطيل اش كتشكل لينا؟ كتشكل لينا ضلع، اذا هذا ضلع المستطيل، هي ضلع المستطيل دائما نفس المستطيل او اف جي اش. بالنسبه للقطعه هنا بي ام، فين هي القطعه بي ام؟ هي هذه، هذه هي بي ام، اذا بي ام هي شناهي؟ هذا متوازي اضلاع سميتو ان ام ان او بي، اذا كتشكل لنا ضلع ديال متوازي الاضلاع، بي ام ضلع متوازي الاضلاع، إذا سميت هاد متوازي الأضلاع ام ان او بي.
بالنسبة لأ بي سي دي، فينا أ بي سي دي هو هذا أ بي سي دي، هذا الشكل عبارة عن معين، إذا هذا المضلع أو هذا الرباعي سميتو معين. معين ثم عندنا اي جي كا ال، اي جي كا ال هو عبارة عن مربع. إذا دابا عرفنا الخصائص ولينا عا كنشوفو بعينينا كيبان لينا. ام ان او بي فينا هو ام ان او بي هو متوازي اضلاع، متوازي اضلاع. تمرين رقم 16، جوبسيرف لي فيغور سويفونت اي جو لي ريكونستروي سور مون كايي. اذا هادو اشكال غادي نلاحظوهم وغادي نعاودو الرسم ديالهم على الدفاتر ديالنا. اذا هنايا سهله، مستطيل غنديرو مثلا ورقه غنديرو هنا 3 سنتيمتر، هنا 2 سنتيمتر، وغنحاولو نحافظو على الزوايا القائمه، اربع زوايا تكون قائمه. بالنسبه لهذا الشكل مثلا غنديرو هذا متوازي اضلاع، غادي نديرو مثلا هاد الزاويه من هنا، هادو كلهم كيتسموا متوازيات اضلاع. هذا غنديرو هذا راه عطينا معين، غنديرو مثلا هاد الضلع هنا قياس مثلا 2 سنتيمتر، وهنا حتى هنا غيكون نفس القياس 2 سنتيمتر، لان معين كيكونوا الاضلاع ديالو بربعة متقايسين. اذا عندي هنا 2 سنتيمتر، حتى هنا خص يكون 2 سنتيمتر، وهنا 2 سنتيمتر، وهنا 2 سنتيمتر. اذا غندير هنا 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر، ونفس الزاويه اللي غادي نخدم بها هنا غتبقى نفسها اللي كاينه هنا. اذا غندير بحال هكا، نحاول نرسموا هاد الاشكال باش تعرفوا كيفاش درنا ليهم. انا حاليا حدايا غير هاد الورقه البيضاء نعاود عليها. غنرسمو المستطيل هو الاول، اولا غنديرو 3 سنتيمتر هنا، ها هي 3 سنتيمتر، ثم عندنا 2 سنتيمتر. اذا خصني نحافظ على التعامد، جوج غنمشي حتى لهنا 2 سنتيمتر، نفس الشيء غنخلي نفس القياس وغادي نمشي هنا راه كاين 3، اذا غادي نمشي حتى لهنا ها هي 3 سنتيمتر، وغادي نلاقي دابا هاد الضلع مع هاد الضلع مباشره. اذا عنده 4 زوايا قائمه، وعندنا هنا 3 سنتيمتر، وهنا 2 سنتيمتر. هذا بالنسبه للمستطيل. دابا غنمشيو للمعين، غنديرو هذا الضلع فيه شحال عند الطاونه 2، هو الاضلاع كاملين كيكونوا متقايسين. عندي هنا 2 سنتيمتر، ها هو 2 سنتيمتر، وخصني نحافظ على نفس الزاويه. نتوما باقي ما كتعرفوش قياسات الزوايا، غنديروها زاوية عشوائية، غنحاولو ناخدو واحد الزاوية بحال هكا، وخصي يكون عندي حتى هنا الضلع القياس ديالو 2 سنتيمتر، وغادي نكمل بالبركار باش نصوب باقي الأضلاع باش يجيوني متقايسين. بحال كيما درنا المتوازي الأضلاع، حتى هو غادي نديرو بالنسبة للمعين نفس الطريقة. إذا غناخد قياس هاد الضلع، هنا الاضلاع كيكونوا متقايسين، غنجي لهنا من هاد الجهه غندير واحد القوس بحال هكا، ونفس القياس غنخليه ونجي لهنا وغندير بحال هكا. اذا فين تلاقاو ليا؟ كيتلاقاو في هاد النقطه ديال الالتقاء هنا. غادي ندي هذا الضلع غيمشي هنا، ثم هذا الضلع غادي يمشي حتى هو عند هذا الضلع، وهكا كيكون عندي معين الاضلاع ديالو كلها متقايسه 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر. والزوايا مثلا هاد الزاويه كتقيس هاد الزاويه، وهاد الزاويه كتقيس هاد الزاويه. اذا هكا كنرسمو معين. بغينا متوازي الاضلاع،
ثلاثة. إذا غنجي لهاد الشكل غندير القياس ديالو 3 سنتيمتر، هاهي 3 سنتيمتر بحال هكا. ثم الضلع الآخر غندير فيه 2 سنتيمتر، الزاوية غنديرها شوية منفرجة فيها جوج، إذا غندير 2 هاهي. وغنعاود دائما بالبركار، أنا تعمدت ما نديرش لكم قياسات الزاوية لأن غادي باقي ما كتعرفوش تخدموا بالمنقالة، يعني ما غاديش تضبطوا. غنجي لهنا غناخذ القياس ديال هاد الضلع اللي كاين هنا، هاد القياس، وغنجي لهاد البلاصة وغندير واحد القوس، ثم غنعاود نعبر القياس ديال هاد المكان أو هاد الضلع اللي كاين هنا، ونجي لهنا قوس آخر، والبلاصة اللي تقاطعوا لي فيها هنا، هنا في غندي الضلع هكا، كنكون حصلت على متوازي الأضلاع، هنا 3 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. ثم أخيرا المربع، حتى هو بغيت نكملو بالبركار نكملو، بغيت نديرو غير بالتعامد بحال بحال. إذا عندي هنا 2 سنتيمتر، حتى الضلع الآخر خصو يكون فيه 2 سنتيمتر، ونحافظ على التعامد. إذن ها هو 2 سنتيمتر، ثم نفس الشيء من هنا 2 سنتيمتر، حافظ دائما على التعامد، قادي زاوية قائمة. ها هو القياس ديال 2 سنتيمتر، وهنا مباشرة غادي نجي ندير الضلع الأخير، وغيعطيني 4 زوايا قائمة، وقياس الضلع 2 سنتيمتر. إذا هكا باش كنديرو هاد الإنشاءات، إلا تعلمنا الخصائص راه غيولي يجيونا إنشاء الأشكال ساهل. إذا إلى هنا كتنتهي الحصة ديالنا ديال اليوم، موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.